حول هذا الموضوع عبر الهاتف معنا من الرياض المحلل السياسي والعسكري العميد المتقاعد حسن الشهري بعد التحية. طبعا البحرين صبرت كثيرا وقد تنازلت أيضا عن حقوق سيادية عديدة بسبب التغول القطري واستغلال المناسبات الحرجة لمحاولة طبعا اقتناص الفرص قطر طبعا ما ليس لها. كيف تعلق على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أختي ولمشاهدي ومتابعي قناتكم. مملكة البحرين والبحرين قديمة وما زالت. نعم. وهي بقدم التاريخ، هي مستمرة عبر قرون طويلة وإلى الآن. دولة البحرين مكتملة الشخصية منذ الأزل، قبل أن تعرف قطر. النسيج الاجتماعي المتآلف والمستقر كانت البحرين هي الوحيدة في المنطقة في علاقاتها في الداخل والخارج من خلال التجارة ومن خلال القيمة. لم تتوقف حركة البحرين المنطلقة سواء إلى الأمام أو إلى الأعلى باستمرار في نظري. أيضا في العصر الحديث تكيفت المنامة مع ضغوطات البيئة تلطف حدتها أحيانا، ومع الأسف تنازلت أحيانا من أجل المصلحة العامة والمشتركة لدول المجلس. عمل الكثير مع الأسف على رأسهم العصابة الحاكمة في طهران وتنظيم الحمدين الإرهابي في الدوحة والرئاسة الأمريكية السابقة المقيتة، عملوا على بناء عوامل للهدم في داخل البحرين وخارجه، حاولوا على تفكيك بنيتها الاجتماعية لكنهم لم ينجحوا رغم المعاناة والأمن الألم اللي تعرض له شعبنا الشقيق في البحرين. نعم. أختي الكريمة ومستمعين الكرام مشاهدين الكرام، في التاريخ الحديث وكما فعلت بريطانيا في كل مكان اقتطعت أجزاء من دول أعطتها أخرى أو أبقت بؤر أو بؤرة في مكان ما بين الدول كجزء تستطيع إحياء جذوتها في أي وقت. قطر هي جزء من مشروع ومطية للغرب وإيران والإخوة لاستهداف المنطقة، لكني بعد أن اطلعت التقرير وسمعته الآن أرى وبصفتي الشخصية أنه من حق مملكة البحرين الشقيقة أن تطالب بحقوقها السيادية المشروعة. فمن اقتطع جزء من البحرين سابقا ليس لديه الأهلية لأنه مستعمر أو عن طريق القصر، وما كان يتعامل معه بالحكمة في السابق من أجل إنقاذه على كيان ومجلس والمصلحة العامة لمجلس التعاون الخليجي أصبح الآن ضرورة للبحرين أن تطالب بحقوقها المشروعة. نظام الحمدين لابد أن يدفع الثمن غاليا، أرى أنه لابد أن يحاسب وعلى الشعب القطري أن يكون أول من يحاسب هذه العصابة في الدوحة. إذا لو نتحدث عن العلاقات القطرية الإيرانية، كيف لعبت هذه العلاقات المشبوهة في تأزيم الحالة الخليجية؟ وهل قطر اليوم التي تستقوي بقوة أجنبية هل تدرك بأن هذا ليس من صالحها؟ الدوحة مقطوفة، لا تملك لا إرادة ولا سياسة، والسيادة عفوا مع الأسف هي جزء من مشروع غربي كان يراد في تقسيم المنطقة، إيران جزء من المشروع، كلهم مطايا. المستفيد الوحيد في المنطقة هي تل أبيب. إيران، الإخوان، الصفويين، نظام الحمدين، كل هؤلاء أداة، ولكن المشروع برمته فشل، ونحن نعمل جميعا من أجل استئصال ما بقي من جذوره. عندما ترتمي الدوحة في أحضان طهران فطهران تقتات على المال القطري وعلى حقل الغاز الأكبر في العالم وهو غير شرعي لقطر، ومعروف من يمتلك هذا الحقل ومن سلب منه في الماضي. قطر تحكمها عصابة من السفهاء مع الأسف، والمال في يد السفيه يجب أن يحجر عليه. عانت الأمة العربية والإسلامية من شرور قطر، من شروط لدعمهم الإخوان، لاحتضان الإرهابيين، لتجنيس الإرهابيين، لتزوير الجوازات وإدخالها إلى الدول للتفجير والقتل والتآمر. هي تبني بالفلوس القطرية وفلوس الغاز القطري المملوك للبحرين وجزء الإمارات وجزء للشعب القطري مستعمرات داخل أراضي فلسطين المحتلة مع الأسف. نعم. قطر تتجه بالخليج إلى طريق هي تريده، ولكن الحكماء في الخليج لم يتركوا لها ذلك، وسيبقى الخليج
هو العمود الفقري للأمة العربية. نعم، أجندة نظام طهران والدوحة لزعزعة أمن البحرين طبعا التقت، وهذا ما يشهد عليه التاريخ. طبعا هناك تسريبات وأدلة خرجت تؤكد تواطؤ النظام القطري مع الإرهابيين، كيف تفسر هذا الترابط؟ أنا ذكرت أن قطر ليس لها إرادة، هي مكلفة. نعم. أنا أعني قطر أعني القيادة ولا أعني الشعب الشقيق. الشعب الشقيق الذي يؤمن أنه جزء من الأرومة الخليجية، ومن كان منهم مع نظام الحمدين فمعنى نظام الحمدين وإلى مقبل التاريخ، لا يعنينا ذلك، ولكنه قليل جدا. وأنا أعتقد أن أشق في أصولهم العربية والخليجية من هو ضمن دائرة الإعلام القطري والمخابرات القطرية والقيادة القطرية. إذن من الرياض. نعم تفضل. كلمة واحدة، ستبقى البحرين بحول الله حرة أبية في ظل صاحب الجلالة الملك حمد حفظه الله. نعم بإذن الله تعالى. من الرياض المحلل السياسي والعسكري العميد المتقاعد حسن الشهري، شكرا جزيلا لك.